Sadaqallahul azim. Demikian tadi telah dibacakan oleh Ananda Maisa juz 30 hafidhoh ya. Juz 30 hafalan ya. Nah, sekarang tinggal doa Al-Qur'an, kemudian nanti dilanjutkan dengan temuan ya. Namun sebelumnya ya, perlu diketahui sebagai mukadimah bahwasannya Nok Maisa iki, Maisa saparan iki, Maisa putri Reli Awaliyah ya, ya. Artine ya bapaknya dewek, uang tuanya dewek sing dongakaken dongakun ku ya, aran iku dongane sing uang tua ya, pengennya uang tuanya pasti ngarani sing sing bagus. Nah, perlu diketahui bahwasannya Nok Maisa iki ngaji tengkula ya, kelawan metode tetapi kelawan ngapalaken ya, apalan ngajine ya. Mulane mau jaluk hataman ya, kula syaratnya ya kira-kira apalan ya, sejus 30 ya, mulane ya ruman ya dasu, rada suwe macane ya, perjuangane gah kengelan ngan go ya go. Ake batur-bature sing kene kabeh pertama teka mana ku wong nenem bocah nenem ya, sing netes nembe siji ya, sing netes nembe siji ya, kabeh nenem ya, ya muga-muga sing limane bisa netes kok buatan anak maning mangga ya. Nah, lamun bisa buatan arpan me, pengen melu belajar menghafal, belajar ngapal menghafalakan ya, terutama ya lamun bisa ikrone wis tekan ikro lima ya, ikro lima minimal ya, aja nembe ikro telu kongkon ngapalakan angel ya, kone suwe bakal suwe iku minder, kone balik mundur ya, mundur alon-alon. Oh ya, oh ya, jadi lamun bisa bokatan kunta buatan arpan ana sing melu ya mangga ya. Oh, nah sekian langsung bawis bengi bokatannya anak cara maning kari donga nyuwun lamun bisa uang tuane ningkene lor uang tuane mangga ya, karena sing dongakan uang tuane ya insya Allah ya. Melu amin be, yuk monggo. Nah, umi yang kene, bapak yang kene, yang jahit kene, terkula. Abi. Monggo sarang-sarang dipun mulai mawon dong akrihin gih. Kalian nanti dilajengaken kalian solawat kanggo ngiringi temuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadini wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabil kiram lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هدية إلى حضرة سيدنا ونبينا وقرة عين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وإلى جميع الأرواح أولياء الله والعلماء الله وشفاء الله ورجال الله في مشارق الأرض إلى مغاربها في بري وبحرها عيام الأشياء منها وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا مربي أرواحنا ولسلسلتنا ولسلسلتهم أجمعين خصوصا حضرة شيخنا الكرام أبي الحاج مفيد مصعود في مصر أولاده وزوجاته وذريته ولسلسلته وإلى جميع أرواح مشايخه ومعلمهم مربي أرواحه ولسلسلته وإلى سلسلتهم من قراءة القرآن العظيم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولكل نية صالحات جالبات لكل خير دافعات لكل شر في الدين والدنيا والآخرة. اللهم حصل مقاصدنا ومقاصد الدنيا والآخرة واقض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة ويسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبالخصوص أنندا ميسا. اللهم اجعلها ولدا صالحا، اللهم اجعلها ولدا صحة عافية شيء لله لهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد ورضي الله تبارك وتعالى سادتنا صحابه الرسول اجمعين. والحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين، حمدا نعيمين، حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. واهدنا واهدنا وفقنا الى حق والى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن، واكرمنا بكرامة ختم القرآن، وشرفنا بشرفة ختم القرآن، والبسنا بخلعة ختم القرآن، ودخلنا الجنة مع القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن، وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. صلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصرنا، اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين، وانصر وزراءه وكله وعسكره إلى يوم الدين، واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغراء والمسافرين والمقيمين في برك وبحر وفي أمتي من أمة محمد أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا، ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، خصوصا إلى جميع الأرواح والأموات. أخينا الكرام، كان جهيد إبو ليا، اللهم اغفر لهم وارحمهم. أخينا الكرام، آمين يا الله، آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وآله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ببركات وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Monggo sampun. Biasanya sapa dikit sing arepa anu wong tuane dikit mangga. Biasanya wong tuane dikit. Monggo diiringi selawat.